الأبراج دي مناخيرهم منفذة على بعضها. باختصار يعني أنا أحب أتكلم بالبلدي كده وأوضح الأمور وأحطها في نصابها الصحيح. سمعت أنت عن مصطلح مناخيره في السماء؟ أكيد سمعت عنه. تخيل بقى المناخير اللي في يعني اتنين مثلا يتقابلوا، ده مناخيره في السماء وده مناخيره في السماء، من كتر ما هما في السماء حينما يلتقوا المناخير ركبت على بعضها. متخيلين؟ أهلا بيكم الأول، في البداية برحب بيكم، طمنوني على الصوت والسرعة عشان الدنيا شكلها كده مش ظابطة من البداية يعني، فأنا مستني أما تيجوا بقى وتقولوا لي تمام، مش عارف الدنيا فيها إيه، طب أفصل وأدخل تاني ولا إيه؟ يا هالة اللايف حلو يا هالة، لأن واضح إن عندي مشاكل في الصوت والصورة، أخبارهم إيه؟ رجاء يعني عشان الموضوع ده مهم. سمر محمد بتقول لي انا مين؟ انت بتسأليني انا؟ انت سمر محمد؟ ما تقلقيش خالص. يا جماعة اللايف في مشكلة، ادخل واطلع ولا ايه يعني؟ بجد والله بجد واضح متأكدين؟ طب احنا كام على اللايف؟ غيداء منورة الدنيا، حور منورة على خيرة الله، دوسي يلا. اه والله مين اللي قالت لي دوسي يلا؟ دي بسنت بنت حتة انت يا بسنت، والله رجل الجد وست الاسد. الصورة متأكدين كويسة؟ ما علينا بقى، انتوا حرين. رجل الجد، الرجل الحديدي تمام، وست الاسد، الاتنين دول مناخيرهم منفشة على بعضها، لذلك التوافق بينهم صعب. وبغض النظر عن التوافق، دي ابراج بالبلدي مغرورين قوي على بعضهم، الاتنين كده عندهم غرور قوي قوي فوق ما تتخيلوا على بعض، لذلك بينطبق عليهم جدا حتة المركب اللي عندها او اللي فيها ريسين بتغرق. تلاقي رجل الجدي على سبيل المثال حاسس بكبرياءه قوي على ست الاسد، وست الاسد على طول احنا عارفين في الحالة دي تيجي مطلع له الشبشب، انت مين ياض؟ الاسد تقول ياض على فكرة، يعني الاسد ليها مصطلحات كده ما شاء الله، يعني ايه مصطلحات تقيلة. وخلي بالكم العكس، رجل الاسد وست الجدي، ست الجدي هنا بقى يعني رجل الاسد وست الجدي، ست الجدي هنا تكرهه في عشته، يعني تكرهه في اليوم اللي اتخلق فيه للأمانة يعني. لأن ست الجدي احنا عارفين ان رجل الاسد دايما هقولها من الرجال المنفوخة، منفوخة قوي ست الجدي دي، تخصص فس الرجال المنفوخة، عشان برضو معلومة عنها تبقوا واخدين بالكم من الحاجات دي، يعني هي تلاقيه منفوخ تفسه دائما من وجهة نظره، تقلل من الاشياء اللي بيعملها، هو مش تقليل انما هي واقعية وبتدي الامور حجمها. انت بقى عايز منفاخ واحدة تنفخ، مش عند الجد. فالاتنين بقى هو يقول لها على فكرة انت شايفة نفسك عليا، وهي تقول له لا ده انت اللي منفوخ على الفاضي، انت منفوخ على الفاضي، يعني انت خيش وقش زي ما احنا بنقول، انا مش شايفة النفخة دي ليها يعني اي داعي بصراحة، انا شايفاك واحد عادي وربما اقل من العادي. فده طبعا بيبقى بعيد عنكم سواد اسود على نفسية هذا الرجل المنفوخ، المشكلة في كده يعني. كمان عندكم رجل العقرب وست الحمل، ومن اكتر الرجال اللي تستلطخها ست الحمل هتلاقي رجل العقرب ده، تقول لك ده دمه تقيل يا ساتر، لطخ من وجهة نظرها يعني، هي بتقول كده عن تماما. فتلاقي ست الحمل مع رجل العقرب، يعني انت كائن، انت كائن بتعيش وتتعايش زينا، هو مغرور ومتحكم وهي زيه واشد، مش انا يا ابو ليفه، مش انا اللي اتعمل معاك الكلام ده، الحمل ست الحمل تقول لرجل العقرب يا ابو ليفه. تخيلوا بقى اما الست توصل لمرحله ان هي تقول للراجل يا ابو ليفه، الجماعه اللي من بره مصر عارفين دي معناها ايه؟ دي معناها يعني اقول لكم ايه، حاجه ما تتحكيش بصراحه. وخلي بالكم والعكس صحيح، يعني رجل
الحمل وست العقرب. ربما تعجب فيه بالبداية، يعني في البداية كده ممكن حاجة تشدها يعني كست الحمل، وهي ست الحمل رغم قوتها ممكن تتشد بسرعة، بس تحب بسرعة بقى، ده اللي فيه يعني كلام نتكلم فيه. الموضوع صعب، ست الحمل لله في الله شايفة حالها. استنوا بقى، ما بعد اللايف شوية كده يعني، رجاء يعني، معلش خليكم معايا بقى شوية. كده افضل يا جدعان، الواحد كان حاسس ان هو قاعد في وسطكم، مش للدرجات دي يعني. تمام، الحر حر بجد. هلا بتقول لي فسر كلمة ابو ليفة، مش عارف بصراحة، ودعاء بتقول لي شو معناها. فست الحمل، رجل الحمل مع ست العقر، الاتنين برضو مغرورين جدا فوق ما تتخيلوا، هما الاتنين على بعض لطريقة لا تتخيلوا. لذلك برضو كل يعني كل الأوراق اللي احنا قلناها دي توافقات مع بعضها في الفسكونيا. للأمانة هما مغرورين، وكل واحد فيهم شايف نفسه رئيس جمهورية نفسه. يعني لما تتكلم مع حد فيهم، لا أنا اللي أقود وأنا، دي مشكلة بقى مع بعض لا يتحملوا هذا اللي. رجل العقرب كمان مع ست الأسد النارية. رجل العقرب المفروض يعني، المفروض يعني من الصفات بتاعته اللي احنا نعرفها قلناها، من الرجال طبعا اللي تحب التحكمات قوي لدرجة سي السيد. مين اللي يقدر ان يقود ست الأسد وهي بالفطرة كده ست قيادية؟ وست الأسد ما عندهاش مشكلة ان انت تقودها، مفيش اي اشكالية، بس لما تبالغ في حاجة زي كده لدرجة محاولة ان انت تلغي شخصيتها، تبقى انت برضو بليفة، ابو ليفة هكذا. الموضوع صعب مع الأسد، لا هنا يبدأ الصدام بقى، وتبدأ ست الأسد تتعمد ان هي تتغرى عليه، وهو يسوق في الغرور وسواد اسود، ربنا ما يكتبه عليكم الاتنين مع بعض. لذلك برضو العلاقة بتبقى يعني في الفسكونية للأمانة. تمام كمان يا جماعة، رغم دول بقى بينهم توافق، رجل الجدي وست العقرب. لو ست العقرب الفارسة، فارسة الأحلام يعني، رشا بتقول لي كلماتك غير قابلة للتفسير. إذا كنت أنا رشا نفسي مش فاهم معناها يعني، أنا نفسي أقسم بالله أنا نفسي ما أنا عارف تفسيرها إيه، فأنتوا هتعرفوا يا بنتي، والله يا ربنا يصبركم ويعينكم عليا. ما علينا يعني. تمام، رجل الجدي وست العقرب وبينهم توافق عالي، رجل الجدي من الرجال اللي عندها شخصية يعني، فست العقرب ممكن تسمح له يعني، ماشي ها بس بذكاء، بس برضو بتجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة إن هي توري له حتة غرور كده، لأن الجدي بيسوق فيها للأمانة يعني، ساعات بيسوق فيها كده. تمام، ويعتبر برضو نقدر نقول رجل العقرب وست الجدي. اللي عنده أي سؤال بقى، اللي عنده أي سؤال. إيناس، هي موضوع الحلقة عن إيه؟ عن الخيار والجرجير يا إيناس. إحنا قررنا إن إحنا نفتح محل خضروات، لو محتاجة يعني هتلاقي اللينك في التعليقات. الجرجير والخيار بقوا بكام دلوقتي؟ وبنفكر في المستقبل نجيب ليمون لو عايزة برضو، ده موضوع الحلقة. اللي عنده أي سؤال في المغرورين، في النرجسيين، في المنفوخين، في المفسوسين، أي شيء، ما تحرموش نفسكم من حاجة، احنا جايين ننبسط شوية ونضحك وهكذا يعني، وفي نفس الوقت ناخد المعلومة من نص برضو هكذا. ايه رأيكم؟ يلا بقى اللي عنده اي سؤال. بنت الدلو مع حزلقوم، بنت الدلو مع حزلقوم علاقة حلوة. سمو الأميرة، احنا بنبيع بطيخ. ليه يا سمو الأميرة؟ انتوا عندكم اسمه دلاع، انتوا عندكم اسمه دلاع. هل عايز اخص بصل اخضر؟ لا، ده كان في الشتاء، حاليا ما عادش بقى. ايناس، بدل ما تتسلم عليا بتتريق، لا تبصي انا بنكشك، انا ما عز حد انكشه يعني، افهمي طباعي بقى، دي معزه دي يعني، عارفه لو انا مش بعزك عادي اقول لك ارد على طول دايركت كده، ده نكش يا ايناس يعني. وبعدين انت بقى يعني بنوته ميزان، وبنوته الميزان احنا عارفين ان هي بتاخد من وسع يعني،
ما تحبكيهاش، لا دعي ربنا يحبكها عليكي، وانت عارفة دعوتي يعني. تمام، اللي عنده اي سؤال. حورية، عقرب مع العقرب، سواد اسود يا ارمط، وفي توافق، والاتنين بتلاقيهم متفشخرين بشخصية بعض، لان العقرب من الشخصيات المتفشخرة بشخصيتها. فيا سلام لما يلاقي بقى حد عقرب، زي مجرد ان يعرف برجه كده تلاقي الفشخرة اشتغلت. لكن طبعا في بعض العيوب، ربما مقبولة، ربما تكون مقبولة يعني، لان التوافق اعلى. توافق رجل العذراء وانثى الجوزاء، يا دينا ده صعب بأمانة يعني. التوافق ده متعب متعب يعني. عايز الأبراج اللي عندها نقص المواجهة، ده سؤال يزعل مننا الناس. بس أنا أقول إن في نوعية من الأبراج بتهرب من المسؤولية كرجال، لأن معروف المسؤولية للراجل يعني. في بعض الأبراج تهرب من المسؤولية بصراحة، منهم سمى العاشق شوية، منهم أبو الكآبة رجل السرطان، حزلقوم أحيانا برضو، بعض الأبراج عشان ما نزعلهمش مننا يعني. عزيزة، عندك ليمون؟ عشان انا الايام دي بستهلكه كتير عشان الضيط. عندي بالقفص، ببيع بالقفص يا عزيزة يعني، ما تقلقيش، وباخد بأي عملة يعني، اي عملة موجودة ما عندناش مشكلة، وفروعنا مالية السوق في كل حتة يعني. ممكن تلاقي في المغرب في كازابلانكا عندكم، في طنجة مش عارف ايه عندكم تاني، هكذا كل ده تلاقي. جنة الريحان، مساء العسل. بنت الميزان، رجل الدلو بتضحك عليه بمزاجه، في توافق عالي، بتضحك عليه. خدوا بالكم من كلمة مزاجه دي، عشان مهمة لأجل النبي يعني، هي بتكيسه بمزاجه. في رجالة تحب تتكيس بمزاجها، عارفين مين الرجالة اللي تحب تتكيس بمزاجها؟ منها رجل الدلو مع الميزان، يقول لها كيسيني كمان كيسيني، تمشي يعني. ميزان مع حوت، مش قوي يعني. شيماء، ما قلتش برضو كيف التعامل ازاي مع امرأة الحمل ورجل العقرب. لا يعني الرد على السؤال ده محتاج اجابات طويلة قوي، لان توافق صعب قوي ومحتاج مداخل بقى واساسيات والف ب وعلاقات وكده، والشرح هو العلاقة صعبة. من ابرز الاشياء حتة العند عالية قوي، رد عليا عشان في مشاكل. والله عماد عيوني منور اللايف، ايه المشاكل؟ انا مش هنكشك النهارده عشان مخنوقه. ماجي، انت مخنوقه؟ انا فرفشك بقى، ما تقلقيش يا ماجي خالص. هو يعني انا هقول لك على حاجه، انت لما جيتي ارتبطت بيا يا ماجي، قلتي انا هرتبط بيه، واحنا وانا فاكر يعني جدتنا الكبيره ام علي مش عارف هي فين زمانها نصحتك بلاش. دلوقتي هو منكد عليكي وما بيردش، انا عارف. طب احنا مش حذرناك يا ماجي، طب نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ وبعدين ما تقلقيش، ان كان هو مزعلك طلقيه وانا موجود. تزعلي ليه بقى؟ في بديل اهوت، مفيش اي مشكله. نونا، محتاج تعرف عن السرطان اكتر من كده عشان ما نزعلش. وانا اتكلمت عن ست السرطان خالص، انا بتكلم عن راجل السرطان، ما جبتش سيره ست السرطان عامه. ايه بقى اللي انت شايفاني ما انا عارفه عن السرطان محتاج اعرفه؟ قولي لي وتناقش معك، ويا تقنعيني يا اقنعك. هلا، اعطيها حل. عيوني، عاطل مين؟ بلانكو سودتها وقالت يا رب القيامة تقوم. هتقوم يا بلانكو، انت مستعجلة ليه يعني؟ يعني الناس تعمل ايه يعني؟ تفحر حفرة كده وتقعد تحط ايدها على خدها وجنبها؟ روقي يا بلانكو، روقي. انت دايما مسوداها في وشنا ليه؟ ليه مسوداها في وشنا دايما؟ انا نفسي افهم الراجل، وخلصت عليه بدري بدري، ارحمينا احنا بقى. رواقي كده، صلى على النبي، صلى على النبي. جوزاء مع جوزاء، توافق مش عالي قوي يعني، مش عالي قوي ومش واطي قوي، يمشي يعني. برج الجدي مطلع عين، هو يطلع عين بعض انت طور، ما هو مطلع يعني عينك في حتة النطح شوية بجد. لا انا سايباه من زمان اصلا، ولسه كنت هعمل ليه بلوك. لا في حنين يا ماجي، اوعي تكذبي. وانا عشان لا، مفيش الكلام ده، خلصي معاه الاول وتعالي لي. انا ما بصي، انا زي الفريك، ما احبش الشريك، عشان نتكلم بمنتهى الامانه يعني. يعني هتفرقعي الواحد او تحلقي له،
تخلصي الليلة وبعدين تيجي لي هكذا. لا ما ينفعش، خلصي وظبطي المسائل كده ويلا. واديك ضحكت يا ست، اي خدمة يلا. عرفتي الموضوع مش مستاهل. عقرب مسيطرة على الحوت، واضح. اه دي حقيقة ست العقرب، رغم ان في توافق مع الحوت، انما هي تسيطر على سوم العشق، تسيطر على سوم العشق وتلعب على نقاط ضعفهم هي. اصل ست العقرب دي مؤذيه للرجال بشكل عام، نتكلم بمنتهى الامانه. يعني في دبانه عماله تلف فوق دماغي، روشه امي اقسم بالله، مش عارف بيجي منين الدب. ما علينا يعني، فكلامك صح. ايناس، ايناس ميزان مع ميزان. يا ايناس دلوقتي انت مرتبطه بكام واحد عشان نفهم بس؟ انت اول ما دخلت اللايف سالتيني، قلت لي ميزان وحوت ورديت، وبعدين مش عارف قلت لي ميزان باين وعقرب، ودلوقتي هما ثلاثة. انت يعني انت عايشة في شيكاغو ولا ايه؟ الموضوع اتغير يعني بقى العكس، انت مرتبطة بثلاثة ولا؟ نفهم بس. حمل وجدي بيغيروا على بعض، الغيرة عندهم عالية جدا ايا كانت الاطراف. ده بيغيروا من الدبانة اللي بتعدي من جنب شنبتهم، انتوا متخيلين؟ رجل السرطان وامرأة القوس. انا عايز اعرف اللي كانت بتقول لي محتاج تعرف عن السرطان اكتر راحت فين. ما ترموش الكلمة كده وتمشوا رجاء، عشان انا كده نفسيا بتعب. تعالي احنا كام على اللايف يا جدعان، اقسم بالله ما ظاهر قدامي. ايناس انا مش مرتبطة اصلا. امال بتسألي انت ميزان؟ احنا نعرف ان انت ميزان، سألتينا عن ثلاثة لحد دلوقتي، ولو كنت جاوبت اعتقد كنت هتقفلي الـ 12، فعايزين نعرف يعني. انا مش مرتبطة ومش هرتبط اصلا. ليه يا ايناس بس؟ ليه كده؟ ليه؟ والله الدبانة دي كل ما اشوفها افتكر ان عندي وبحاول اهشها. والله يا ريت ايدك معايا، والله يا ريت تساعديني والله. لا مفيش ميزانية تقول مش هرتبط، ازاي يعني؟ لا الميزانية ما يعني مش عارف اقول لكم ايه. ميزان واسد دينا حلوة العلاقة دي، بس لو انت الميزان هتكيسين، ولو انت الاسد هتشبشبيله، فانت اني واحده بقى فيهم رجاء يعني عشان نعرف طبيعه الطريقه يعني. ايناس انا حافظه فيديوهاتك كلها، ربنا يخليك والله. وعلا العذراء مع العذراء يمشي، يلا خليهم الاتنين يمدحوا مع بعض، هتمشي، هيفضلوا يمشي لحد ما يعني. يلا علياء رد عليا، هضرب في المليان، شد الزنات وتوكلها على الله. رد عليا بقى طائر الايه، القطرس. القطرة ايه؟ طائر القطرس ده يا جدعان، في حد اسمه طائر القطرس؟ بيقول انا اول مرة احضر اللايف، بس في طائر اسمه القطرس، انا كنت هقرا القرطاس. عذراء ست ورجل جوزاء يا شيماء، علاقة صعبة يا شيماء جابر، صعبة. عذراء ست يعني صعبة يا شيماء، هو جوزاء كان جوزاء، هو هجاص يا شيماء صح؟ لا والنبي ترد عليا في الحتة دي، هجاص بيهجس عليك كتير صح؟ رد يا شيماء، رد، ولو قاعد جنبك اعملي نفسك يعني رايحة في أي حتة كده، وردي وارجعي تاني يعني. ردي، اتعلمي ان انت يعني اتخرجي اللي جواك. بتقول لي اه اه والله، بتقول لي اه طلع هجس. ما المشكلة في الهجس وانت ما بتحبيش الهجس هكذا، فبتقول لي اه قوي كمان. اه ما هي العذراء ما بتخبيش، حتى لو قاعد جنبها هتطصها كده وخلاص، الفكرة كلها في كده. صعبة طبعا، بيهجس كتير ويعني، وفي مشاكل، بعض المشاكل التانية للأمانة اللي بلانكو برضو نفس السواد، مش فاهمة اللي بيبحثوا عن الحب الدنيا فيها يعني. أنا مش عارف أنت مصرة تقلبيها غم ليه؟ أنا عايز أفهم يعني. لا إله إلا الله، أنت عايزة تسوديها ليه يا بلانكو؟ مساء الخير أستاذ رجل الأسد وهي امرأة السرطان. آه يعني العلاقة دي هو يظلمها، هو يجرحها يعني. مثلا السرطونة احنا عارفين إن هي رقيقة جميلة لذيذة، ممكن يعني تبقى عاملة له أكلة، تبقى لابسة له حاجة معينة، إيه ده؟ يعني التعامل فيه نوع من أنواع العنجهية وعدم الاحتواء شوية، هكذا التوافق مش عالي أوي يعني. صباح الخير بالليل، صباح الفل المغرب. ست القوس ورجل الحمل تمشي، تمشي قوي، لان اصلا يعني بقى تمام، رجل الحمل بينجذب انجذاب رهيب لست القوس دي. تخيلوا ساعة ما يشوف شقاوتها كده ويعني
الحركات بتاعتها والاشياء دي والنغاشه دي، اصل هي برضه يعني ايه من البنات اللي فيها نغاشه جامده قوي، والراجل ده يعني ايه يعني تبقى حاجه مهمه بالنسبه له. رد يا اخي لولو زعلت، لا ما تزعليش. ميرو منوره الدنيا رغم اني زعلانه ان برجك طلع بيجلدني. معلش يا ميرو بقى، معلش، ما لازم حته في النص كده بس، ده مش هيغير يعني حاجه برضه. خلي النفسيات مش اخلع بعضها كده يعني، دايما شخلعيني في اللايف. انت عارفه لو عملت لايف في يوم وانت ما شخلعتنيش انا مش هيجيني نوم، عشان نبقى متفقين يعني. مهما يكون لازم الشخلعه تبقى موجوده، دي حاجه انت بتعمليها لله كده خير وبترميه البحر. زوج حمل مع الحمل ماشيه ماشيه الى حد ما. ايمان الجدي مع العذراء من فضلك، توافق عالي المفروض، بس هما برضو جالطين بعض. هو في حتة العند برضو يعني بيبقى الموضوع ايه سواد شوية بيني وبينك يعني، صح؟ رد يا ايمان عليا في الحتة دي. ميزان وسرطان ايمان بلال، مليون مرة اكتب لك ميزان وسرطان مش قوي ايا كانت الاطراف. ايمان بلال روقي كده علينا، روقي. هي بلانكو اثرت عليك ولا ايه؟ بلانكو بقى ما يعني ما هكذا يعني. نورهان منورة الدنيا، اه والله منوره الدنيا، برضه من الناس المقصله معانا يعني، موجوده على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، ما شاء الله من الستات المقصله رغم انها صغيره في السن يعني، ما شاء الله. اسد وجدي احنا جايبينهم في السواد الاسود بتاع اللايف في الاول، جبناهم في الحلقه. من الابراج اللي مناخيرها منفذه على بعض من كتر الكبرياء، ويعني الاتنين لو مناخيرهم وقعت منهم مش هيوطوا يجيبوها، ففي مشاكل. احنا كام يا جدعان على اللايف؟ بقول لكم انا سايبه الدنيا مولعه بره وقصف ومتابعه اللايف معاك، ربنا يسهلها عليكم، انتوا اهل الصمود ولا بيهمكم، زوبعه وهتعدي ان شاء الله. هو شويه حركات كده وهجس بيعملوه، مش عايز ادخل في السياسه بقى، ان شاء الله معديه ما تقلقوش يعني، ما يبقاش في خسائر بس ان شاء الله. تفاءلوا بالخير تجدوه، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. ده ايميل التالت، وانا سمر عطلة والجوزاء والطور علاقة صعبة. طب انت يا سمر مش كنت بتقولي ان انت لسه نونو وبتدرسي؟ لحقت تعرف الطور ده منين؟ ها يعني عايزين نعرف. وبعدين خلي بالك انت طالما في الدراسة وفكرت في طور هتبقى ايامك سواد، خلي الطور ده بعد الدراسة، خلصي دراسة وفكري في الطور تمام رجاء يعني. اسد مع اسد سهام يعني، ساعة وساعة، شوية شباشب شغالة وشوية ميتين في شربات بعض. والله نورهان كاتبة تعليق ضحكني، الأستاذ بره لحد دلوقتي تفتكر إن هو بيخوني. لا بص بقى، استني بقى يا نورهان عشان إيه، أنا هتعدل لك. إحنا معانا ما شاء الله يعني، انا مش شايف احنا كام بس يعني معانا ستات خبره وهتسمعي كلام موزون. شوفوا يا جماعه، هي نورهان طرحت سؤال دلوقتي عايزكم انتوا تجاوبوها. الراجل الساعه دلوقتي كام؟ 12 وشويه تمام. الراجل موجود بره لحد دلوقتي وقافل الموبايل وبيكنسل عليها. دول من عندنا يا نورهان كده، لازم اشعللها، انتوا واخده بالك؟ تفتكروا الراجل ده بيخونها ولا قاعد مظلوم؟ لا احنا نرد بقى، نرد بقى يا جماعه بجد يعني. شوفي بقى نوران، هم يعني خبره ما شاء الله، هتلاقي هنا الخبره بقى هيردوا يعني عليكي في الحته دي تمام. ردوا عليها بقى، ابعد ورا شويه وجاوب. بس انت عيوني يا، بس انت برج ايه يعني؟ انا عندي بقى نهم اعرف بعد ابعد وانت بترد عايز اعرف يعني تمام. اجاوب عيني، حاضر عيني. والله الناس قالت لك مظلوم، في حد قال مظلوم وحد بيقول يعني فرح قالت لك مع اصحابه يعني. وفي واحده في اللايف هنا يعني ايه مصره ان هي تفشكل الموضوع، مصره على حته بيخون. لا ما تقلقيش يا نورهان، الاغلب بيقول لك الراجل مظلوم ومية مية. خلاص بقى صلى على النبي وروقي كده يعني. الجوزاء معكم نسمات عطره، اهلا اهلا بالجوزاء، دلوعه الدلوعة يعني.
دايما هلا ما شاء الله. شوفوا بقى الست الرزينة، الكلام الموزون، الحكمة، ست الطور. بتقول لها الراجل بيبقى زهقان بينفس عن مشاعره شوية، يعني شوف كلام هلا عامل ازاي. هو في بس واحدة هنا مصممة على موضوع الخيانة، يعني خلي قلبك أبيض، خلي قلبك أبيض، صلى على النبي. بسمة أمل، رد عليها رجل الطور مع امرأة الطور ماشية، بس ساعة ما بينطحوا بعض هي المشكلة في كده. ما تسمعيش كلامهم، كلهم خونة يا ستار يا رب. ده قفلت، ده جابتها لمسة اكتاف رشا. منى، رجل الأسد وأنثى العذراء بسرعة. اللي شوف استعجالك على الإجابة دي، أعتقد لو تعرفي ردي ما كنتش استعجلت كده. ده من أصعب التوافقات للاتنين بجد يعني. بس برضه مش معنى كده تروحي تطلقيه، لا، يعني معنى كده إن أنت إيه، هتحتاجي مجهود شوية. هي بتقول قال بيلعب بلاي ستيشن مع أصحابه بس لسه، يعني كان هيكلمني من شوية. أه بيلعب بلاي ستيشن، لا ما دام بيلعب بلاي ستيشن خلاص. يعني ما دام ما بيخسرش وبيكسب خلاص. طب انا اقول لك على حاجه يا نوران، قولي له صور لي بقى القعده دي، واستحكمي بقى، استحكمي اني صور لك القعده دي، ويصور الاوضه كلها، وان طلع بره وصور لك بره الاوضه، لا شك بقى على طول، لازم يصور وهو قاعد بلاي ستيشن دلوقتي. حمل مع حوت بسرعه، لو الست الحوت في توافق، في توافق عالي. سوزي، كل الابراج متعبه وما حد فاهم احد من الاخر. لا طبعا، مين اللي قال الكلام ده؟ مفيش الكلام ده طبعا، في ناس كتير فاهمة بعضها بجد يعني. أماني بتقول لك بيلعب أكيد. أهو طلع بيلعب بلاي ستيشن، أمال بقالك ساعة، بقالك ساعة بتظلمي لي. هو قال لها إن هو بيلعب بلاي ستيشن بس، الله أعلم بقى هو بيلعب لوحده ولا المنتخب موجود. هي الفكرة في كلها، لوحده ولا مع المنتخب، عايزين نعرف. لا رد يا نورهان بقى، يا تبعتي له قولي له انت لوحدك ولا المنتخب كامل، نعرف برضو. ما شاء الله، ده انت بتهدي النفوس. اه طبعا، امال ايه، لازم الواحد يبقى محلل الموقف اللي بيتقال. ام هبه، الجدي والجدي عندي بس ما عدا كده ماشيه. انثى الجدي ورجل الميزان صعبه. جيهان وصلت، جاي تهدي. انا هديت، او انا قلت، او ايه المشكله يعني. بجد في ابراج مريحه، طبعا في ابراج مريحه، بس احنا بننظر للراحة ان هي طول الحياة يعني، او طول العمر مفيش. بس لازم اي حد هترتبط بيه، حتى لو انتوا الاتنين يعني متعلقين في روح بعض، هتجدوا صعوبات وحلاوة الدنيا في كده. لازم تمر بالوحش عشان تعرف الحلو وطعمه وتحس بيه وتقدره لما يجي، فاهمة؟ هكذا الموضوع كله كده يعني. نانا شتمتني، بتقول لي انت بترغي كتير كده يا نانا، يعني انت مش خايفة على نفسيتي بعد ما اشوف التعليق ده؟ بتقول لي انت بترغي كتير وما بتردش على اللي بيبعته لك. خلاص خلي بالك، انا الدمعة هتفر من عيني دلوقتي، لان الحمل لما الدمعة تفر من عينه ما يعرفش يداري. يعني منك لله يا نانا، اشوف فيك يوم بحق جاي النبي. انا زهقت. ليه زهقت يا ياسمين من بتبعته يا بابا؟ برد يا جماعة بقى، خلوا يعني نفسكم طويل كده. ست القوس ورجل العقرب، توافق صعب شوية. شوفي ماجي بقى بتقول لك حط له برنامج تجسس. طبعا ايه ده، خلاص نانا ما تقصد. ما انا عارف ان هي ما تقصدش. هو في حد من عيلتي هنا يقصد؟ لا يمكن، لا 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 لا. وبعدين نانا دي ليها تعليقات قبل كده تشفع لها، ما شاء الله تعليقات يعني سواد السواد، انا عارفها خلي بالك يعني. وبعدين هي برضو عامله كذا اكاونت، يعني كاتبه الاكاونت بتاعها ام عباس على اليوتيوب. نانا دي انا عارفها، يعني هي هنا اسمها نانا على اليوتيوب ام عباس، خلي بالكم انا واخد بالي من الحاجات دي يعني. ها نانا راحت، نانا عملت نفسها مش سامعه دلوقتي. ماشي، انا عرفتك بقى واللي جاي كتير. انا برغي، ماشي هوريك الرغي. رجل الاسد، هي يعني قصدها ان انت ايه، يعني بتتكلم على، بترد على الأسئلة يعني، بتطول في الرد وفي أسئلة بتعدي. أنا فاهم يعني، متقلقوش. ذاكرتك ذاكرة فيل ما شاء الله، بلانكو فيل فيل. الله يخرب بيت، دي ألفاظ يا شيخ. يعني سبت الكائنات كلها ومسكت في الفيل؟ يعني يوم ما تفكر إن أنت تمدحيني جايبالي فيل؟
انا اول مره اقسم بالله ما سمعتها في حياتي. ايه ذاكرة يعني دي؟ انا اخدها مدح ولا ذم منك يعني؟ انا عايز افهم في الايه بس. لا اله الا الله. رجل الحمل مع امرأة الحوت، يعني ماشية على خيرة الله، مش قوي برضو بس يعني على رأي جهان. ما كانش عاجبك ده الكروان طلع أرحم، ده بتقول لي ذاكرتك ذاكرة فيل، روح الله ينكد عليك أكتر ما أنت متنكدة يا بعيدة. فيل ميدو، فين الهدية اللي طلبتها؟ اللي هي إيه يا أمير؟ والله ما فاكر، أصل أنا ذاكرت ذاكرة فيل، ومعلومات الفيل إن الذاكرة بتاعته بتنسى بعد 4 ثواني وربع. بلانكو يعني شرحت لنا، فبتقول لك ذاكرته فيل، فما دام ذاكرته فيل بقى محدش يسألني عن حاجة. انا عندي 3 اكونتات باسمي نانا. لا انت في اكونت اسمه ام عباس، في واحده اسمها ام عباس على اليوتيوب، دي انت ما تنكريش. من الاخر دي حاجه انا ملاحظها يعني. رجل الفيل والانثى التمساح، في توافق تمشي يعني. بليز رد، طب والله يا محمد فصلت ضحك عيوني يا ماجي، والله انت كنت مخنوقه في اول اللايف ضحكتي. يلا يا ست ادعي لي بقى، ادعي لي وانت بتصلي الفجر. لا بالله عليك تحلفي هتدعي لي وانت، عشان اخليك تصلي الفجر الليل، ادعي لي هدعي لك يعني، احلفي ان انا هدعي لك وانا بصلي. بقول بقى اللغز مين؟ ام الطفل رقم واحد، لان يقول لك يعني الطفل لازم يبص لوالدته، وبعدين هي ما شاء الله والله يعني عجبني رد اصدقائنا، هي عامله له ايدها كده يعني، ولون الشعر الاثنين مطقمين سوا، نفس الورنيش. ما خدتوش بالكم لون الشعر؟ هو الورنيش واحد، هتبقى يعني مين؟ خلاص باينه. واستغربت اللي اختار رقم 2 ده، يعني بناء عليه الرقم 2 بصراحه يعني، بس باين الاجابه. رجل الميزان وامراه الجوزاء، لا عاليه، توافق عالي يعني، انا قلت كده، برافو عليك. صاحبه السعاده، الله يخليك والله، الله يكرمك. لا ما اصل بص انا ماليش تقول على النكد، هو العمر كله يومين، يومين بالحرف. اوعوا تنكدوا على نفسكم، لا بيجيب همه ولا يعني مش هتاخدوا منها حاجه يعني، ايه عيشوا كده وايه افرحوا، وبصوا نص الكوبايه المليان او ربع حتى الكوبايه المليان، وشوفوا الحلو ايه وركزوا عليه واعملوا اللي عليكم، هتلاقوا الدنيا بقت فل. سيبكم اي حد كئيب، ابعدوا عنه، اي حد كئيب بلغوا عنه. بصوا اي حد تحسوا ان هو بيسودها في وشكم بلغوا عنه على طول، يا المطافي يا الاسعاف يا البوليس، واحد من الثلاثه دول يريحكم منه. اي حد تاني بيحاول يسودها في وشكم بلغوا عنه. وصلت الرساله، هدعي لك والله ربنا يفرحك والله. يلا يا ماجي، يلا بقى. كل ما تصلي بقى يعني ايه تدعينا كده، تدعي مش، ولو لو مرضاش يرجع لك انا موجود برضه، انا عندي كلمتي يعني، يعني لو شاف نفسه عليك ياوي ركبي الصابونة ما تقلقيش، مش هتضوري ولا حاجة، أنا عندي كلمتي يعني. رجل الثور وأنثى الجوزاء، يا الشري توافق صعب بصراحة يعني، في نوع من أنواع الصعوبة يعني بجد، اتكلم بمنتهى الأمانة. أنا ببلغ البوليس كل يوم. ومسكوا ولا لسه؟ يعني قبض عليه ولا لسه؟ عاوزين لايف في الابراج الصينيه، يا شيخ ابراج صينيه ايه؟ مفيش الكلام ده، مين قال ابراج صينيه وابراج هنديه والكلام ده؟ الابراج هي واحده. طب ازاي نتعامل مع تجاهل برج الجدي؟ لا هو دي حاجه بقى في طبعه هو، بس برج الجدي ده كرجل عامه ما يحبش اللي تندلق عليه قوي، لما يعني يتقل او يتجاهل. ما تقعديش بقى مالك وليه واتغيرت وانت متجوز، ما يحبش هو الليله دي كلها يعني، خليكي بتقلي في التعامل معاه كده بجد يعني. منى مسكهم كلهم على خيرة الله يا منى. لا انت بنضارتك دي شكلك مسيطره، انت برج ايه؟ النضاره بتاعتك ما شاء الله يعني، البروفايل بتاعتك مش باين منه الا النضاره، فما شاء الله حاجه يعني، انت حطيت الكاميرا على النضاره وخلاص. بس جميلة على فكرة، اوعي تمسحيها يعني، أنا بهزر، حلوة والله بجد، أنا عارف بتفهموني غلط. رجل الدلو وامرأة عقرب، صعبة متعبة. رشا برج القوس ورجل الحمل، توافق عالي.
جوزائية يعني أستاذة الدلع كله والفرفشة والنغاشة وي وي ما شاء الله. لا ما شاء الله عليكي، هو مش محتاج تبلغي البوليس بقى، انت كفاية انت تقومي بكل دول. أم عباس راحت فين؟ رجل العقرب وأنثى الدلو الصعبة. سامية ما بترد، رديت والله والله رديت يا سامية عليك. وتجاهل برج الحمل نعمل، لا الحمل إذا تجاهل يبقى يا زعلان قوي يا مش شايفك قوي، انما يتجاهل كده الباب ما فيهوش الحته دي بجد يعني. عبد والله لا يسامح رجل الحمل. يا ساتر يا رب يا ساتر، ليه بس كده؟ ليه ليه؟ عزيزه زعلت وربنا ما شفتها، خدي عزيزه تعالي هاتوها لي، اجري وراها يا جيهان بالله عليكي بالله عليكي، روحي هاتيها قبل ما توصل المغرب، خليها معانا هنا اجري. والله ما شفتها، انا بحلف ما شفت التعليقات، لان انا وانا بجاوب ببص كده، فممكن تعليقات تعدي فاعذروني يعني. ما ام عباس مشت قبلها. رجل الحمل الجدي والسرطان ماشيه، تمشي العلاقه دي بجد يعني، ماشيه يعني تمشي. فاطمه ممكن ترد علي عيوني، بس ارد علي ايه بقى؟ ما هو اللي كاتب ممكن ترد علي يجي ظرف السؤال تحت وظروف السؤال تحت، ايه المشكله يعني؟ دي فيها حاجه؟ آخر مرة أبعد حمل ورجل جوزاء، يعني آخر مرة أبعد يعني؟ مش فاهم والله. دلو دلو يا علياء يعني، يعني بين البنين حضرتك مش بترد عليا، رديت والله. طب يا جماعة نكتفي بالقدر ده، واللي ما ردتش عليه أنا بعتزله على الهواء مباشرة. إن شاء الله الفترة القادمة هنعمل لايفات كتير وهرد على اللي ما ردتش عليه، أوعى حد يزعل، يبقى غصب عني مش قاصد يعني. يلا تصبحوا على خير، وكل اللي زعل بوسة، كل اللي زعل مني في اللايف ده انا بعت له بوسة عشان ما حدش يزعل، رجاء بقى ما تزعلوش ماشي. ولو عايزين تشاروا لاي حد شاروا، لو عايزين تشتركوا اشتركوا، لو عايزين تخبطوا لايك اخبطوا، هكذا. وانا التقي بعد بكره ان شاء الله، لان بكره بقى عندنا على اليوتيوب اللي عايز يجي. يلا بقى تصبحوا على خير.